زايد وزني، مو متقبلة شكلي، الناس كلها تقول لي ليش تي، ليش شكلك تي، ليش ما تسوين شيء، تقول لي كرهت عمري وما ابغى اشوف نفسي ومش قادرة انزل وزني في شيء. يا حبيبتي شوفي انت الاوضاع اللي مثل هذه، يعني اتمنى انه يكون في مادة، لان انت محتاجة بعض المادة انها تساعدك في العلاج. الحين الحمد لله ما شاء الله الطب ما خلى علينا قصور، اذا عندك الوفره الماديه تقدرين انك انت تاخذين علاج. انزين، اولا تشيكي على الغده، اذا شو وظائف الغده عندك، يمكن بطئها ياس ياثر، سرعتها ياس ياثر، هذا جانب. الجانب الاخر في عندك تكميم، في عندك انا ما اعرف هذيل الابر اللي داد، انا ما اعرف، بس اسمع انها مش يعني يعطونها على الريسك مالك، انت تسوين اللي انت معني يسوون عليها دعايه، ما عارف كيف. ابر السكر هذه ربيعتي خذتهم ضعفت وايد، بس فيها كثير من المخاوف اللي تسبب جلطات، تسبب سرطان، تسبب وايد اشياء، فديروا بالكم. في هذا، في بعد قص معده، رياضة، الأمور العادية، الدايت. أصلا تعرفين عشان تدخلين عمليات مثلا، لا بيقولك الدكتور ضعفي لازم ينزل وزنك لوزن معين بعدين نسوي لك العملية. فأنتي شي ولا شي محتاجة أنك أنتي هذا نوقفه، ومثل ما قلنا نتابع مع طبيب ينزل الوزن مع الرياضة، وبعدين نتوكل على الله. فاسئلي الطبيب، اسئلي شو الأنسب لك، شو اللي زين لك، ديري بالك، لا تسمعين من الناس، لا تسمعين هاي سوت خذت إبر ما أدري من جار وما أدري شو اسمها، هاي ما أعرف شو هاي الإبر، أنا أصلا أشوفها يعني مخيفة، بس كل حد يمكن يتابع مع طبيب، أنا ما أعرف، بس أنا اللي هاي اللي أسمعها يعني ديري بالك. بس في وايد وايد أشياء، في وايد أشياء تقدرين أنك أنتي تشوفينها، وإن شاء الله الله يكتب لك الشفاء العاجل بإذن الله حبيبتي أنتي.